سلطت كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال أعمال القمة الأولى لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، سلطت الضوء على التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، لا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية. كلمة مملكة البحرين أكدت على الأهمية الكبرى في زيادة روابط التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين من أجل مجابهة مختلف التحديات التي تواجه دول المنطقة. إيماناً بدورها الفاعل بجانب الدول الشقيقة والصديقة في مجابهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، شاركت مملكة البحرين في القمة الأولى لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. لقد حقق مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تقدماً كبيراً في توسيع الروابط التجارية في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي الآن أكبر كتلة تجارية لمجلس التعاون الخليجي، وهو دليل على قوة علاقتنا. كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شملت عدة محاور مهمة مفصلية ارتكزت على ثوابت راسخة ورؤى سامية، ومن ضمنها التعاون المتقدم بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. فأكد سموه في هذا الصدد أن الاتحاد الأوروبي بات الآن أكبر كتلة تجارية لدول الخليج، وهو دليل على القوة الخليجية الأوروبية. وفي ظل الشراكة الاقتصادية التي تجمع الجانبين، أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التزام مملكة البحرين بتعزيز المناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد ودول المجلس، والتي ستعمق الروابط التجارية والاستثمارية بشكل أكبر، وتفتح الإمكانيات الهائلة التي توفرها التحولات الخضراء والرقمية. ولتحقيق الأمن في العالم، شدد سموه على التزام مملكة البحرين التام بجانب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في بناء استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى التعاون الأمني، مرحبا في هذا الصدد بالحوار الأمني الإقليمي بين الاتحاد ومجلس التعاون. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية، سلطت كلمة مملكة البحرين الضوء على التحديات التي تواجه الدول، منها التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ وزيادة الحواجز التجارية والتكنولوجيا الرقمية الصاعدة والمتطورة بسرعة. وفي هذا الشأن أكدت كلمة المملكة أهمية وجود جهد دولي منسق لتوجيه الموارد وتأسيس آليات الحوكمة لتحقيق تأثير مستدام وذو فاعلية، ولمواجهة مختلف العقبات التي تعتري تقدم الدول. نوهت كلمة مملكة البحرين على ضرورة تعزيز الشراكات والعمل تحت مظلة واحدة لبناء مستقبل يتميز بالسلام والازدهار، وتحقق فيه الدول بتكاتفها معا أهدافها المنشودة.